السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم صغاري؟ مرحبا بكم في درس اللغة العربية لهذا اليوم، وهو بعنوان تجريد حرف الهمزة. دعونا كما تعودنا في البداية أن نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. أولا، أن يحدد الطالب اسم الحرف وصوته ورسمه. ثانياً، أن يلفظ الحرف مع الحركات القصيرة والطويلة. والآن صغاري، هيا لنستمع إلى جملة درسنا لهذا اليوم. أطيع أبي وأحذر خطر الكهرباء. في هذه الجملة التالية هناك حرف ملون باللون الأحمر، هو حرفنا لهذا اليوم الهمزة. الكلمة الأولى، أحسنتم، أطيع، أطيع. الكلمة الثانية، رائعون، أبي، أبي. ثم أحسنتم، أحذر، أحذر. والكلمة الأخيرة، رائعون صغاري، الكهرباء، الكهرباء. انتبهوا جيدا في كلمة الكهرباء، الهمزة كتبت على السطر. إذا الآن لننتبه جيدا، الهمزة إذا إما تكتب على السطر أو فوق الألف أو تحت الألف. هيا لنقم بكتابتها بشكل جيد في الصفحة 47 من الكتاب المدرسي. والآن أقرأ وألاحظ الهمزة. الصورة الأولى هو رائعون، كأسون، كأسون. إذن انتبهوا، كتبنا الهمزة على ألف لأن قبلها الكاف عليها فتحة. إذن عندما يكون الحرف قبل الهمزة مفتوح يكتب الهمزة على الألف. الصورة الثانية، داخل العين اللون الأسود اسمه، أحسنتم، بؤ، بؤون، بؤون. انتبهوا إلى الباء صغاري، حركتها، أحسنتم، الضمة. إذن نكتب الهمزة على الواو إذا كان الحرف قبلها عليه ضمة. ثم الصورة الأخيرة، الذي يقود الحافلة المدرسية نسميه رائعون، سائق، سائق. انتبهوا إلى حركة الهمزة، الكسرة، أحسنتم، لذلك نكتبها على ياء من دون نقاط، نسميها ياء منقوطة، إذن من دون نقاط. والآن ألاحظ الصور وأسميها وألفظ الهمزة بصوت واضح. الصورة الأولى، ما هذه؟ أحسنتم، هذا فأر، إذن فأر، فأر. انتبهوا، الفاء مع الفتحة وبعدها الهمزة، إذن نكتبها على الألف. ثم نستخرجه من البحر، ودولة قطر تهتم كانت كثيرا بذلك، وكان من المهن الصعبة والشاقة في دولة قطر هو كان استخراجه، أحسنتم، اللؤلؤ، لؤلؤون، لؤلؤون. إذن انتبهوا، اللام عليها حركة الضمة، لذلك كتبنا الهمزة على واو. ثم الصورة الأخيرة، هذا رائعون صغاري، ذئب، ذئب. انتبهوا إلى حركة حرف الذال، الكسر، رائعون، لذلك كتبنا الهمزة على ياء من دون نقاط. والآن لننتبه، إذن الهمزة أما نكتبها على ألف إذا كان الحرف قبلها مفتوحاً، أو على واو إذا كان قبلها الحرف مضموما عليه ضمة، أو على ياء من دون نقاط إذا كان، رائعون، الحرف قبلها عليه حركة الكسرة. وأخيرا نكتبها على السطر، أحسنتم، من دون ألف أو واو أو ياء من دون نقاط. والآن هيا لنقوم بكتابة إذن أشكال حرف الهمزة على الألف مع الفتحة، أ، الهمزة على الواو مع الضمة، أ، الهمزة مع الكسرة، إي، في الصفحة 48. والآن يا صغاري لننتبه إلى الصور التالية.
الصورة الأولى، ما هذا الحيوان الصغير الجميل؟ أحسنتم، أرنب. الهمزة مع الفتحة أ أ أ أ أ أرنب. أحسنتم. بينما لو أردنا أن نكتب الهمزة مع المد الألف أقول وألفظها أحسنتم، لكن نكتبها بهذا الشكل. انتبهوا إلى الصورة الثانية، هذا كتاب الله تعالى، هو كتاب القرآن. أحسنتم، انتبهوا إلى كتابة قرآن، قرآن. انتبهوا هنا الحركة الموجودة على الألف هذه نسميها مد، مد نضعها بدلا من الهمزة عندما يكون بعدها ألف المد، إذن قرآن. والآن يا صغاري الصورة الأولى، هذا العضو في جسم الإنسان المسؤول عن حاسة السمع. أحسنتم، أذن. الهمزة مع الضمة أو 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 أذن، رائعون. بينما الهمزة مع الواو المد ألفظها أو. أحسنتم، انظروا إلى الصورة الثانية، العصير موجود بداخل هذه الكؤوس. أحسنتم، كؤوس. انتبهوا جيدا، كؤوس. إذن الهمزة على الواو مع واو المد أو. انتبهوا جيدا، أو كؤوس. ما الصورة الأولى هنا هي؟ رائعون، إيجاص. الهمزة مع الكسرة إي، انتبهوا الكسرة تكتب تحت الحرف، تحت الهمزة إي، إيجاص. ثم الصورة الثانية الذي يكون مسؤولا عن الدولة نسميه رئيس، رئيس. انتبهوا أين كتبت إذن الهمزة. أحسنتم، على ياء من دون نقاط لأن بعدها ياء المد، إي إي رئيس. انتبهوا إلى الصورة التالية، ما هذه الصورة؟ ماذا يوجد فيها يا ترى؟ رائعون، رأس، رأس. انتبهوا جيدا، الهمزة مع الساكن أه، رأس. والآن يا صغاري هيا نقوم بكتابة إذن الهمزة مع الحركات القصيرة والمدود الطويلة في الكتاب المدرسي، الصفحة 49. والآن في ختام درسنا أتمنى لكم كل المتعة والفائدة، على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. إلى اللقاء صغاري.